بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. البشرية كلها اليوم تعاني معاناة لا يكشفها إلا الله عز وجل. البشرية اليوم تبرأت من حولها وقوتها وقدرتها إلى حول الله وقوته وقدرته. نتوحد بالدعاء ونتوجه بأكف الضراعة إلى الخالق البارئ المصور الذي ألهمنا وأثبت لنا مرة بعد مرة أنه على كل شيء قدير، أن يكشف الله السوء عن البشرية جمعا، وأن ينجينا من ظلمات المرض وظلمات الدمار الذي نزل بهذه البشرية. فلنوحد دعاءنا لله عز وجل بقلوب صادقة، لعل الله أن يستجيب لنا ولضعفائنا.